اذا متابعينا الكرام على غير العاده قرايه عام موالفات كتكون هكا يوم الاحد كنشوفوا القرايه هذا باش قريبا خاويه يوم الاحد نعرفوا ان اكثر الايام اللي كتعرفها يعني منطقه القريه يعني حركيه هو يومي السبت والاحد احنا اليوم وتزامنا مع العطله ديال عيد الاضحى الرواج مكيباش لكم كاين داك الرواج المعهود منطقة القرية احد اشهر الاسواق التجارية في الملابس وتقريبا القرية دابا راه ولا فيها كلشي اللي بغيتيها دابا تلقاها في القرية خويا لحظتك زواج تبارك الله لحظتك نعرفوا ان اغلب يعني الناس هم الان خارجين على مدينة الدار البيضاء الناس خارجة دوز العيد مع الاهل ديالها نهضرش عليه من السي عبد الرحمن هو هضر عليه من السي ديال قلنا على خاطرك السي عبد الرحمن يا خويا المهدي كازا خاوية هنا راه اليوم الحد ما تلقاش منين تدوز تلقاش فين تستاسيوني انت كتشوف دابا كازا سي طالبي مرحبا صيف انت مطلوب
تماما خويا عبد الرحمن الروم بوان ديال السيت الله يعطيك الصحه صاحبي كاين ما عليكش. ويا خويا مهدي قرايه دابا هاد الايامات واه مربم واني راه مع عيد الاضحى ديال الاضحى انا كنشوفو هنا كلشي خاوي الدنيا كامله خاوي. اذا متابعينا الكرام كيدير الجو سخون بزاف ويا خويا محب المنتخب الوطني الجو سخون اخويا الناس كلها هبطت في البحر الى حداك شي بحر غسير الله يحفظك خويا منعم تبارك الله عليك تحياتي. اذا متابعينا الكرام تبارك الله عليكم كنشكركم على تتبعكم وصلنا دابا لشارع فيدا مابقيناش في قرايه دابا تبارك الله عليكم الى ذلك الحين الى اللقاء. مرحبا خويا محمد مرحبا انا هنا.